بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، اجعلنا اللهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أجب دعانا بكرمك يا مولانا، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين، يقول: باب مخارج الحروف. باب مخارج الحروف، هذا إن دل فإنما يدل أننا دخلنا في بحث جديد أو في باب، يعني مبحث كبير له باب، والباب يدخل تحته فصول، يدخل تحت الباب فصول. تقول باب مثلا في الفقه، تقول باب الوضوء، باب الوضوء، الوضوء هو باب، لكن في هذا الباب يوجد فيه فصول. الفصل الأول مثلا حكم الوضوء، ثم يدخل فصل ثاني سنن الوضوء، حكمه يعني لغة وشرعا، ما حكم الوضوء لغة وشرعا، ثم بعدما يذكر حكمه لغة وشرعا ثم يذكر كذلك يعني بالتفصيل، يدخل في فصل جديد فيقول فصل في سنن الوضوء، فيذكر سنن الوضوء بالتفصيل، ثم يدخل فصل جديد فيقول فصل مكروهات الوضوء مثلا، فيذكرها كاملة، ثم يدخل في باب مثلا إذا ما انتهى من هذه الفصول كلها، يدخل في باب جديد ويقول باب المسح على الجميرة، هذا باب لوحده، فيذكر يقول مثلا هذا له علاقة بالوضوء ولكنه هو عبارة عن مسح وليس بغسل. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ابتدى بما يعني قام به الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. فابن الجزري ذكر مقدمة، ذكر مقدمة في علم التجويد، فإذا ما انتهى منها ماذا قال؟ قال باب مخارج الحروف، ثم ذكر قال مخارج الحروف 17. فكذلك الشيخ بن يالوشة رحمه الله تعالى يعني مثل ما فعل ابن الجزري، وكذلك ذكر ما ذكره ابن الجزري، فقال باب مخارج الحروف، والمخارج كما تعلمون هو عبارة عن جمع، هذا جمع، اسم جمع وليس مفرد، ومفرده مخرج، مخرج ومخرج، مخرجان، مخرج زائد مخرج زائد مخرج يصير مخارج. فهو سيذكر ليس عبارة عن مخرج واحد أو مخرجان، وإنما سيذكر مخارج الحروف، هو المكان الذي أو الحيز الذي سينشأ منه وسيخرج منه الحرف. نعم، وحصرها ابن الجزري رحمه الله تعالى بقوله 17. نحن سندخل في الداخل في الشرح، وسترى أو سترون أن السادة العلماء اختلفوا أيضا حتى في مخارج الحروف، منهم من حصرها وقال بأنها 17 وهذا ما ذهب إليه الجمهور، ومنهم من ذكرها أقل من ذلك بقليل. نعم،
ندخل في صلب البحث. قال: باب مخارج الحروف. طيب، نحن هذا العنوان إذا أعربناه نقول باب مخارج الحروف، باب مخارج الحروف، يعني هل هذه جملة تم معناها؟ نعم تم، ولكن بالتقدير. إذا قلنا باب مخارج الحروف فهذا باب نعربه ماذا؟ يكون خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب مخارج الحروف، والمبتدأ المحذوف هو الإشارة هذا، وهذا كيف نعربها؟ نقول الهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، مبتدأ وهو محذوف يقدر تقديرا في الذهن، باب مخارج الحروف، وهو مضاف، باب مخارج مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والحروف مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم. قال المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى، المقصود بالشارح هو ابن يالوشا رحمه الله، والراجز وهو ابن الجزري رحمهما الله تعالى. قال الشارح: لما أشار الناظم في الخطبة إلى الأبواب والفصول والفصول الواجب تعلمها، شرع من هنا في بيان كل واحد منها مفصلا بابا فبابا وفصلا ففصلا، فقال مخارج الحروف، يعني قال من؟ ابن الجزري رحمه الله، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبره. نعم. ذكر الشارح رحمه الله، قال أشار الناظم، الناظم ابن الجزري، المقصود به ابن الجزري، في الخطبة يعني مقدمة، يقول يراجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا ماذا يعلم؟ مخارج الحروف، عرفوا به مخارج، مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، محرري التجويد والمواقف، وما الذي أرسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. نعم، فأشار الناظم في الخطبة أن هنالك أبواب وفصول يجب تعلمها، ثم بدأ في هذه الأبواب والفصول، سيبدأ بها بابا بابا وفصلا فصلا، لأن المقدمة التي الكلام الذي قلناه أو الأبيات الشعرية التي ذكرناها الآن هي عبارة عن ماذا؟ عن ما مقدمة، يعني مازال ما عمل حتى شيء، هو ذكر مقدمة حتى يولي
يشعر السامع أن هذا العلم أو هذه الموجوزة عن أي شيء ستتكلم وعن أي شيء ستتحدث. ستتكلم وستتحدث عن علم، يعني علم دراية، علم القراءات، علم أحكام تجويد كتاب الله عز وجل، لكن له أبواب هذا العلم وله فصول. فلذلك بدأ قبل كل شيء، بدأ واستفتح كلامه بمخارج الحروف، لأنه في وسط الكتاب سيتكلم عن أبحاث أخرى. إذا لم يبدأ بهذه المقدمة ولم يبدأ بمخارج الحروف ربما يصعب على الطالب فهمه. لذلك بدأ الشارح بما بدأ به الراجز، فالشارح هو ابن يالوشا والراجز هو ابن الجزري رحمهما الله تبارك وتعالى. قال يعني الراجز: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبره. جزاكم الله خيرا. نعم، قال الشارح ابن يالوشا: المخارج جمع مخرج، اسم لموضع الخروج. يعني مخارج هو اسم ماذا؟ أو جمع مخرج اسم لموضع الخروج، كما نقول مثلا مصلى، هذا الاسم ماذا؟ اسم موضع لمكان الصلاة. إذا قلنا مشفى، اسم موضع وهو مكان يعني يستشفى فيه، يطلب فيه الشفاء، فهذا اسم اسم مكان، ويسمى بعلم الصرف مصدر. مصدر ماذا؟ مصدر مين يا الله يفتح عليك؟ نعم. فلذلك قال هنا: المخارج جمع مخرج، وهو اسم لموضع الخروج، فهو عبارة عن الحيز المولد للحرف، عبارة عن الحيز المولد للحرف، هو المكان الذي منه يخرج وينشأ الحرف. طيب، وما هو الحرف؟ قال: والحروف جمع حرف، مخارج الحروف. شوفوا، ابن يالوشا متقيد بكلام الراجز ابن الجزري. لما قال ابن الجزري مخارج الحروف، هو شرح كلمة مخارج، الآن ينتقل كلمة كلمة. والحروف قال جمع حرف، لقد جمع مخارج الحروف، فالحروف جمع حرف، هو جمع ماذا؟ جمع حرف، حرف وحرف مثنى حرفان، وحرف زائد حرف زائد حرف تسمى حروف، وهذا جمع كما ذكر أخونا جمع تكسير وليس بجمع تصحيح، جمع سالم يعني، ليس بجمع سالم وإنما هو جمع تكسير. ما معنى جمع تكسير؟ يعني لم يسلم منه صورة مفرده، لم تسلم صورة مفرده. نقول مؤمن إذا ثنيناه يصير مؤمنان، إذا جمعناه ماذا يصبح؟ يصير مؤمنون، أصبح هذا جمع ماذا؟ سالم، جمع سالم، يعني صورة مفرده لم تتكسر ولم تتغير. أما إذا قلنا رجل ورجل، رجلان أو رجلين، ماذا نقول؟ رجلان، لأن المثنى المرفوع بالألف. ماذا يقول ابن مالك؟ بالألف رفع المثنى. وكلا، لماذا قال وكلا؟ لأن كلا كذلك هي مثنى، ولكنها اسمها ملحق بالمثنى، ألحقها علماء النحو بالمثنى، فلذلك ألحقها كذلك ابن مالك، فقال بالألف ارفع المثنى وكلا، لكن بشرط إذا بمضمر مضافا وصلا، إذا كان يعني أضيفا إلى الضمير. تقول رأيت كليهما وجاء كلاهما، شوف إذا بمضمر مضاف يعني أضيفا إلى الضمير، أين الضمير؟ هما،
كلاهما، جاء كلاهما، جاء كلاهما، رأيت كليهما، نظرت إلى كليهما. نعم، فهذا مثنى لكنه لا نقول مثنى، نقول في الإعراب إعرابه نقول ملحق بالمثنى وليس مثنى. نعم، نحن خرجنا شوية لكن إن شاء الله فيها فائدة بإذن الله. نعم، وصلا، وصلا. نعم، قال والحرف يطلق على أشياء. هو الشيخ رحمه الله تعالى يريد أن يفهم الطالب يعني كلمة حرف ربما يتبادر إلى الذهن هو الحرف اللي هي الحروف العربية، لكن قد تخرج عن معناها الحقيقي إلى معاني أخرى، إلى معاني أخرى. فلذلك قال هنا والحرف يطلق على أشياء، منها هذه من للتبعيد، تفيد التبعيد البعض يعني، منها كأنه قال بعض، ذكر بعضها ربما أكثر مما ذكر في الكتاب، في أشياء أخرى ربما غابت عنه أو اختصر هذه فقط وترك الباقي. نعم، فقال منها طرف الشيء، طرف الشيء يعني أي شيء له بداية وله كل شيء له بداية وله نهاية. فمثلا هذه الطاولة لها بداية وهي تبتدئ من هنا ولها نهاية تنتهي من الطرف الثاني، ولكن هذه لها أربع زوايا، الطاولة لها أربع زوايا وكل زاوية تسمى طرف، فهذا طرف الطاولة وهذا طرف. لذلك لما عرف علماء مصطلح الحديث الحديث المتواتر قال الحديث المتواتر أن يكون أوله كآخره وأوسطه، حديث متواتر كطرفيه وأوسطه كطرفيه، أن يكون أوله كآخره وآخره كأوله وأوسطه، حديث متواتر كطرفيه. والطرف يعني ما يقصد به في اللغة هو الحرف. نعم، كما قال ميالوشا، فقال هنا منها طرف الشيء ومنها حرف الجيش. كذلك الجيش لما يقف الجيش في الفلاه في الأرض الكبيرة الشاسعة ويقف الجيش، فتجد تقول ما شاء الله هذا الجيش متباعد الأطراف، هكذا ولا جيش متباعد، كناية عن ماذا؟ عن كثرته. نعم، فلذلك قال ومنها حرف أو طرف الجيش. نعم، ومنها واحد حروف التهجي اللي هو نحن بصدده، واحد حروف التهجي، ويقال لها أيضا حروف الهجاء، يعني لغة تقول تهجي وهجاء سيان نفس الشيء. نعم، قال وهو تقطيع الكلمة لبيان الحروف التي تركبت منها. نعم، هو تقطيع الكلمة لبيان الحروف التي تركبت منها. نعم، مثلا نقول خ ر ج، هذه كلمة، والكلمة هذه مؤلفة من ثلاثة أحرف، من حرف الخاء ثم حرف الضاء ثم حرف الجيم، فهي مؤلفة من ثلاث حروف. فهذه الكلمة إذا أردنا أن نقطعها ونعرف حروفها ومخارج حروفها ماذا نفعل؟ نذكر حروفها أو أسماء حروفها حرفا حرفا. نعم، فلذلك قال لبيان تقطيع الكلمة لبيان الحروف التي تركبت منها، خرج نقول تركبت من حرف الخاء ثم حرف الراء ثم حرف الجيم. نعم، وسميت بذلك الهجاء يعني لأنه لا يتوصل لمعرفتها، لا يتوصل إلى أو لمعرفتها عادة إلا بالتهجي،
به يعني بالتهجي، إن لا يتوصل إلى معرفة الكلمة إلا بالتهجي. هو أصلا كيفية القراءة كيف تكون؟ بالتهجي، لكن هذا التهجي يختلف من إنسان إلى إنسان. منهم من يهجي، وخاصة الإنسان غير العربي الذي يتعلم اللغة العربية، تقول له هجيها يعني كلمة كلمة، فتجده يقول مثلا ما 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 خا ما خا ما خا ما خاري لي ما خاري ما خارج ما خارجا ما خا ما خارج. شايف قديش أخذ وقت حتى هجى وتعرف على هذه الكلمة حرفا حرفا. نعم، ولذلك قال هنا لا يتوصل لمعرفتها عادة إلا به، يعني بالتهجي. نعم، قال وحرف الهجاء، حرف الهجاء هو ماذا؟ صوت، صوت معتمد على مقطع محقق أو مقدر. الهجاء تعريف، يعني قد يفصل سابس هو هذا الهجاء، هو عبارة عن صوت، لكن هذا يعتمد الصوت على مقطع، إما أن يكون هذا المقطع محقق بأن يكون اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين أو نفس الشيء يعني. طيب، وقال اعتماده على جزء معين من أجزاء الحلق واللسان والشفتين، الحلق واللسان والشفتين. هنا اللي عنده كتاب فضل أن يحط نقطة، لأنه انتهى الكلام، مش ندخل بكلام جديد. في نقطة موجودة عندكم نقطة؟ فاصلة أو نقطة، مش مشكلة. نعم، أو مقدمة. نعم، نحن جايين مقدمة، نحن ما زلنا في الحرف المحقق. الحرف المحقق هي الحروف، الحروف التي عليها يعني المشكولة محققة، التي مشكولة محركة، قا قو قي طا طو طي ها هو هي را رو ري، هذه محققة. نعم، وهي تعتمد ماذا؟ مين ما مو مي، تعتمد على الحلق واللسان والشفتين. نعم، لذلك قال هنا وحروف الهجاء هو صوت معتمد على مقطع محقق الذي ذكرناه الآن. ثم قال أو مقدر. نعم، وهو المقدر، وهو هواء الفم، وذلك حروف المد الثلاثة لعدم اعتمادها على ما ذكر أو على ما ذكر الشارح. هو مشكولة بالمد المجهول. هو قال هواء الفم، وذلك حروف المد الثلاثة لعدم اعتمادها على ما ذكر أو ذكر سيان، يعني فمش إشكال، يعني على ما ذكر الشارح أو على ما ذكر سابقا في العبارة. نعم، نعم، قرأ الهامش ماذا قال؟ أي إن حروف المد الثلاثة معتمدة على المقطع المقدر الذي هو هواء الفم. نعم، لعدم وجود المقطع المحقق لها. وبهذا يعلم خطأ ما زادته بعد قوله وبهذا يعلم خطأ ما زادته. ما زادته، كمل. كحط ميم بين قوسين بعد قوله وذلك بلفظ عداء ليستقيم الكلام. أول جملة هذه رقم واحد. إن حروف المد الثلاثة معتمدة على المقطع المقدر الذي هو المقطع المقدر هواء الفم لعدم وجود المقطع المحقق لها. طبعا حروف ثلاثة يعني لأنها حروف ماذا هي الأصل؟ حروف هواء، يعني لا غير متحركة، كلها حروف هواء. نعم، يعني لا يوجد لها مقطع محقق لها. قلت الألف أو قلت الواو
الواو أو الياء لا مقطع لها. وبهذا قال يعلم خطأ ما زادته ميم، ما زادته ميم بين قوسين بعد قوله وذلك بلفظ عدا ليستقيم الكلام. ناش هو لأنه أخونا الشيخ الشيخ شكون هو عبد القادر القطيب حسن صححه الله، هو اعتمد نسخة غير هذه النسخة أو اعتمد مخطوطة غير المخطوطة للصفراء اللي نحن نقرأها. فالمخطوطة التي اعتمدها المحقق وجد فيها هذه العبارة حرف الميم وعدا، فلذلك نوى تنويها وشرح المقصود من هذه الكلمات أو هذه الحروف. نعم، لكن نحن هذه ما عندنا بنسختنا، هو لأنه أصول التحقيق كما ذكرته الأسبوع الماضي ربما معكم أو مع غيركم، أصول التحقيق الإنسان إذا أراد أن يحقق كتابا يلزم عليه أن يعتمد المخطوطة، المخطوطة النسخة الأصلية، يعني مش يجي كتاب مطبوع كما هذا ويعني يعتمد، يجوز هو يعتمد إلى تحقيقه لكن لازم يبحث عن النسخة المخطوطة حتى يعرف، يعني قد يكون هذه مطبوعة فيها زيادة أو نقصان، فلذلك هو من حيث لا يشعر ولا يعرف. نعم، فقال هنا ويختص بالإنسان وضعا، شو اللي يختص بالإنسان؟ الهجاء، الكلام يعني النطق، النطق بأي شيء يختص؟ إيه الحرف يعني الكلام، الكلام الحيوان لا ينطق ربما. نعم الإنسان، نعم نعم وضع، شو يعني وضع؟ يعني من حيث، من حيث الوضع يعني ما وضعه العرب ووضع من 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 الصدر، من الصدر الأول ما تواضع عليه واتفق عليه الإنسان. نعم، قال والحركة، الحركة عرض يحله، الحركة، الحركة هي عرض يحله، هي عبارة عن عرض يحله. نعم، تقول مثلا باء بو بي، هذه حركة الفتح ثم نقول بو ضم بي الكسر، هذه الحركة هي عبارة عن عرض، عرض يحله يعني يحل في الإنسان مكانه أين؟ الفم. نعم، محله الفم، لذلك قال الحركة هي عرض يحله. والصوت هواء يتموج بتصادم جسمين، الصوت هو عبارة عن هواء، الصوت الذي نسمعه هو هواء، يعني بدليل، بدليل إنسان إذا كان في وسط الماء هل يستطيع أن يتكلم؟ لماذا؟ لأنه بحاجة إلى هواء، الصوت والحروف لا تخرج إلا إذا كان يعني موجود هواء في الغرفة أو في المكان اللي هو موجود، بمجرد ما يغطس في الماء لا عاد يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يخرج صوت ولا حروف. نعم، فلذلك قال هنا والصوت هواء يتموج بتصادم جسمين كما ذكره الجعبري وجزم به ابن الناظم، وهذا عند الحكماء، وهذا عند من؟ عند الحكماء. نعم، هنا تقف فاصلة، تقف الجملة، يعني عند الحكماء المقصود به يعني عند أهل النظر، أهل النظر، هؤلاء الحكماء لما أهل اللغة، نعم، الذين عرفوا وذكروا القواعد والحدود، حدود، فهؤلاء يسمون بأهل ماذا؟ الحكماء، ويسمون كذلك بأهل النظر. نعم، هذا بالنسبة للتعريف، لكن قال وعند أهل السنة، عند أهل السنة دخل في العقيدة، بحث، هذا عقائدي بحت. نعم، طال أو محض. نعم، قال وعند أهل السنة كيفية تحدث بمحض خلق الله تعالى، كيفية تحدث بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير لتموج الهواء والقرع والقلع. نعم، يعني هذه الأصوات التي نسمعها وخارج الحروف وكيفية النطق بها، يعني في الحقيقة قال كما ذهب أهل السنة والجماعة
هي تحدث بمحض خلق الله تعالى، بقدرة الله، بقدرة الله عز وجل، هو الذي جعل القدرة في الإنسان، يعني كيف يعني يخرج الحروف وكيف يتموج الهواء داخل الخلاء الفموي مع الخلاء الحنجري، فبالتالي تخرج هذه الحروف وتخرج هذه الأصوات. نعم، هذا من حيث الظاهر عند أهل النظر وعند الحكماء. أما عند أهل السنة والجماعة هي قال ماذا؟ قال هي كيفية تحدث بمحض خلق الله تبارك وتعالى. حقيقة نحن هنا أخطاء كثير يقع فيها المسلمون، أخطاء يقول لك مثلا والله أنا ماشي بالصدفة شفته، ما هو كولا بالصدفة، هي في الحقيقة لا صدفة في الإسلام، في ديننا لا يوجد صدفة، وإلا فالكون يكون صدفة كذلك، لكن نقول بخلق الله تعالى كما قال الشاعر بمحض خلق الله، بخلق الله تعالى رأيته، بخلق الله كان عندي متاع ضايع فوجدته بخلق الله تعالى مش بالصدفة. يعني أنا أنصح كل إنسان يعني إذا سمع أحدا يقول هذه الكلمة بالصدفة يحاول أن يعني يصحح له يعني معلومته بالحكمة، يعني لا بالحكمة مش باللكمة، لا بالحكمة، أنه ينوه له ويقول له هذه المعلومة، وهذا ما يعني ذهب إليه أهل السنة والجماعة. نعم، بقدرة الله، هذه ما بخلق الله، الله عز وجل جعل فيا وخلق فيا هذه يعني هذه القدرة، قدرة ماذا؟ قدرة يعني وجود متاعك اللي كان ضايع، أو قدرة النظر إلى ذلك الشخص الذي أنت تبحث عنه من زمان، سبحان الله لما ترى شو تفرح كأنك تلقيه وجدت، لا كأنك وجدت دينار. دينار من ذهب قصدي، مش دينار أبيض. نعم، كأن ماذا؟ نعم، كمن وجد ذلك الأعرابي الذي يعني نام من شدة يأسه، جاءه النوم فنام في الصحراء نتيجة أنه ضيع ناقته وما تحمله من زاد، فيعني عرف نفسه بأنه سيموت، لا يعني حتما، فلذلك أخذه اليأس فأخذته سنة من النوم، فنام لما أفاق وجد راحلته، رأى راحلته أمامه، فمن شدة الفرح ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. نعم، لذلك قال هنا عند أهل السنة هي كيفية تحدث بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير لتمويج الهواء والقرع والقلع. نعم، قال وعدد حروف الهجاء 29 حرفا من غير خلاف في ذلك. نعم، هذا عدد ماذا؟ هذا كلام من هذا؟ كلام ابن الجزري، هذا ما ذهب إليه كذلك ابن يالوشا، قال وعدد الحروف الهجائية 29 حرفا من غير خلاف في ذلك عند من؟ عند المحققين أهل التحقيق الذين تخصصوا في هذا العلم، إلا المبرد فإنه يعدها 28. هذا نعم المبرد، هذا المبرد هو أظن في زمان في القرن الرابع الهجري. نعم، فهو يعني عالم شاعر نحوي لغوي. نعم، الإمام المبرد وهو إمام، إذا قيل وصف إنسان عالم بهذه الصفة فهو يستحقها. نعم، تقول الإمام المبرد، الإمام سيبويا. نعم، على فكرة لا نقول سيبوي وإنما نقول سيبويا، لماذا؟ لأن خاصة عند أهل الحديث، أهل الحديث لا يذكرون كلمة ويه في كلامهم، لأن ويه
هو عبارة عن اسم من أسماء الشيطان والعياذ بالله. فيعني يبتعدون عن كل اسم ينتهي بويه، فلا يقولون ويه مثل سيبويه، يقولون سيبويا نعم، وخالويا يعني خالوي نعم. نعم والله لا أدري شيطان الماء أو شيطان الهواء، لكن اسم من أسماء الشيطان، اسم من أسماء الشيطان نعم. فلذا قال هنا إلا المبرد فإنه يعدها 28 ويترك الهمزة، يعني الهمزة لا يعدها، لا يعدها ولا يجعلها يعني مع بقية الحروف نعم. ويقول لا صورة لها، هذا دليله وهذا تعليله، لأن الهمزة لا صورة لها نعم. قال واعلم، لكن عادة يعني طلاب العلم إذا كانوا يقرؤون الكتاب أمام الشيخ فلا يقولون واعلم، يعني هذا يعتبر سوء أدب مع حضرة أستاذه، لذلك يحولها يبنيها للمجهول، فيقول ويقول وليعلم. قال وليعلم أن العرب اختصت بالنطق بحروف الهجاء كلها، العرب يعني مخصوصة بالنطق بحروف الهجاء كلها. إذا قلنا العرب ماذا يخرج؟ العجم نعم، لأن العجم يعني ما عندهم حروف 29 حرف كما عند العرب نعم، لذلك خصص هذه الكلمة وقال واعلم الوضوع وليعلم أن العرب اختصت بالنطق بحروف الهجاء كلها اللي هي 29 حرف. لماذا؟ قال لأن لغاتهم أكثر اللغات حروفا، لغة عند العرب. أنت شوف القواميس اللي اختصت باللغة العربية، مثل لسان العرب كم مجلد؟ لسان العرب أكثر من 16 مجلد يا جماعة، بينما جيب قاموس أعجمي باللاتينية أو بالعبرية أو بالفرنسية أو الإنجليزية أو حتى بالأسبيرانتو، اللغة الأسبيرانتوية الأسبيرانتية، يعني تجد قاموس سميكي فقط، صح ولا لا؟ لا تجد قاموس باللغة الأجنبية يتألف من 16 أو 15 جزء أو مجلد نعم. فلذلك اختصت العرب بالنطق بحروف الهجاء كلها، لأن لغاتهم أكثر اللغات حروفا، فليس في لغات العجم ضاء معجمة. إذا أراد قال معجمة المقصود بها يعني منقطة في نقطة، هذا المقصود بالإعجام، لأنه ثم إعجام وثم إهمال، فإذا قال مهملة يعني طاب يعني طاب. وهذا اصطلاح العلماء إذا أرادوا أن يؤلفوا يكتب بين قوسين بالضاء المعجمة مثلا، حتى لا يستشكل على القارئ الكلمة، فيقول هذه بالضاء المهملة أو بالضاء المعجمة، ما كان في نقط، ما كان تنقيط في زمانه، هذا التنقيط والتشكيل كله يعني أمر مستحدث في زماننا نعم. فلذلك قال فإن في لغات العجم قال فليس في لغات العجم ضاء معجمة ولا حاء مهملة كذلك، يعني مش خاء وإنما حاء، إذا قال مهملة يعني مش منقطة نعم. وقال الأصمعي نعم، هذا كذلك إمام في اللغة وحجة نعم، ماذا يقول؟ قال ليس في الفارسية ولا في السريانية ذال أي معجمة، مش دال يعني ذال، معجمة يعني منقطة، يعني في السريانية والفارسية لا يوجد عندهم حرف الذال، مش حرف الذل، الذال ما اسمه ذال، لا نقول ذل، حرف الذال نعم. لذلك قال لا يوجد حرف الذال نعم أي معجمة. وكذلك قال خمسة أحرف انفردت العرب بكثرة استعمالها، خمسة أحرف
انفردت، اختصت يعني، انفردت مراده اختصت بها العرب، ولم توجد في بعض لغات العجم. وهي ماذا؟ العين. يعني إذا قال علي بالضرب الأجنبي تقول علي علي علي، لا يقولون ع، ما عندهم حرف العين. نعم. كذلك الصاد، تقول مثلا واحد اسم 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 علم اسم علم، أعطوني اسم علم في حرف الصاد. صالح. صالح. ورجل من الكرام عندنا. نعم. صالح تقول بالأجنبي سلاح، سا مش سا بالسين يعني، أو سلاح أو سا، إذا ذيك صلاح بالألف يكتبونها بالأجنبي سلاح، وإذا صالح تكتب بالفرنسي سلاح. نعم. لذلك كذلك أبطال العين والصاد المهملتان، يعني مش غين ومش ضاد، وإنما المقصود به العين غير النقطة والصاد غير النقطة. ثم قال والضاد والقاف كذلك، الضاد والقاف والثاء المثلثة، يعني مش التاء ولا الباء ولا النون، الثاء المثلثة. نعم. اسم علم فيه ضاد، لا في أوله مثلا، في أوله ظاهر لا انا نريد حرف الضاد مش الفاء، مش ضاء تشير ضاد بدون الف. هذا مش اسم علم، هذا لقب. لانه شوف ابن مالك يقول اسم يعين المسمى مطلقا، ما هو الاسم؟ هو الذي يعين المسمى مطلقا، لكن علمه مثل ماذا؟ كجعفر وخرنقا. جعفر هذا العلم، اسم علم، واحد اسمه جعفر، وما أكثر الأسماء، الناس أسماء عم جعفر وعم مرجب وعم رضوان. نعم، هذا اسمه اسم علم، لكن الاسم العلم، ويأتي بعد الاسم ماذا؟ اللقب. تقول جعفر، جعفر مثلا ماذا؟ الماجري مثلا، يعني لا يشترط في المثال الصحة، جعفر الماجري، فالماجري لقب، لكن يأتي بعد اللقب ماذا؟ الكنية. نعم، جعفر الماجري أبو بلال، لا هذيك نسبة، نسبة دمشقي. جعفر نقول جعفر اسم علم، الماجري لقب. طيب أبو بلال أو أبو صالح مثلا، أبو صالح بائس كلمة صالح، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الصلاح. نعم. أبو صالح ماذا تسمى هذه؟ كنية. كنية نعم، مكنة، لكن الدمشقي نسبة، نسبة إلى دمشق. تقول جعفر الماجري أبو صالح الدمشقي ولادة والمصري نشأة أو منشأة، هذا هو التعريف يعني من حيث في اللغة العربية. نعم. نعم. المسيح هو ليس ابن مريم، حتى المسيح من الاسم. لا، هذا لأنه حالة خاصة، لأنه نبي. نبي هذا. النبي أنا بالاسم. نعم. أنا بديش بالاسم. بأي شيء بدأ؟ المسيح وعيسى. لأنه يعني ما يهم الاسم بقدر ما يهم وظيفة النبوة. وظيفة النبوة ما هي؟ أن يمسح عنهم الكفر والجهل. معك ولا؟ لذلك ذكر المهم، الله عز وجل ذكر الأهم مش حتى المهم، ذكر اسمه مهم ولكن ذكر وظيفته أهم، فلذلك بدأ بالأهم ثم ذكر المهم. نعم. ثم قال هنا وهي العين والصاد المهملتان والضاد والقاف والثاء المثلثة، هذه خمسة حروف التي اختصت بها العرب عن بقية، عن بقية ماذا؟ اللغات الأخرى. نعم. قال واختصت العرب أيضا باستعمال الهمزة متوسطة ومتطرفة. نعم.
هذا كذلك من المميزات التي تميزت بها اللغة العربية عن سائر اللغات الأخرى. مثلا الهمزة كما ذكر في أول الكلمة مثل أحمد كذلك تذكر في وسط الكلمة مثل ماذا بئر، وتذكر في آخر الكلمة مثل ماذا السماء تذكر على الألف وتذكر على الواو وتذكر على الياء. فهذه من الأشياء التي تميزت بها اللغة العربية واختصت عن سائر اللغات. بل ولا بد لكل عربي أن يدرس مادة الإملاء العربية حتى يتعرف على لغته وعلى كيفية كتابة الكلمة حتى لا يخطئ فيها. نعم، ما يسمى بالفرنسي أورتوغراف. نعم، هذه اللغة العربية، علم الإملاء العربي، مادة الإملاء، يعني لا تستهينوا بها. إن شاء الله يعني سأذكر للإدارة، يعني ألفت لهم يعني ملاحظة، أقول لهم هذه مادة ضروري لكل طالب علم يعني أن يدرسها ويتعلمها. هي تدرس يعني مادة تدرس في السنة الأولى، يعني سنة واحدة فقط، لكن برنامجها هو مش سهل. نحن درسنا في هذه المادة لما ذهبنا وهاجرنا إلى دمشق الشام، إلى دمشق، لما طلعنا على البرنامج صرنا نضحك والله. مادة القراءة، ما رأيكم؟ دام فضلكم، قراءة مادة من جملة المواد التي تدرس لما درسناها في معهد الفتح الإسلامي السنة الأولى. قراءة، إملاء، محفوظات، هذه لابد بقيت معنا المحفوظات ثلاث سنوات ونحن نعاني من هذه المادة، لا نستطيع أن نتخلى عنها. مادة المحفوظات نحن مكلفون بحفظ جوهرة التوحيد، لما تم حفظها والله فرحت، قلت كهو تحنا المحفوظات، دخلونا الرحبية وحفظناها فرحنا. بعد الرحبية دخلونا البيكونية، أخذرنا أعدادها، قلنا هي من 34 بيت، يدي في نهارية تتحفظ، حفظناها. دخلونا بعد ذلك الجزرية، حفظناها. دخلونا بعد ذلك الألفية، يعني بقينا هذه المتون، ألف بيت الألفية مش سهلة، بقينا ثلاث سنوات في حفظ هذه المتون الخمسة، ومعها السلم المنورق في علم المنطق. نعم، فهذه المواد يعني المعهد الذي يريد أن يكون نخبة يعني دعاة مؤسسة لا بد من الحفظ، لا بد، وخاصة الأبيات. وأنصح كمان أنصح أخواني الطلاب الجزرية لا تقصروا في حفظها. أخواني الكرام، هذا الشرح كله سيدخل من هنا ويخرج من هنا، لكن إذا أنت ألزمت نفسك كل أسبوع تحفظ الأبيات التي نحن الآن نقوم بشرحها سواء، فتخرج بالنهاية وانت حافظ الجزرية بضح كلها، كأنه متعش ولا تتعب في حفظها، لا تتعب يعني، لكن تحتاج إلى ترتيب. رتب، أعمل برنامج، أعمل أو اجعل لنفسك برنامجا لحفظ هذه الأرجوزة. هكذا يعني ألزمونا، فكنا عندنا المحفوظات وعندنا القراءة. مادة القراءة ظننا نحن سنقرأ، هو صح، كانوا اختاروا لنا الشيخ صالح فرفور رحمه الله تعالى، كتب يعني كتبا أجزاء ثلاثة، نفحات الخلود ورشحات الخلود، هذه ونسيت الكتاب الثالث، هذا عبارة عن قصص أدبية مكتوبة، هو كتبها وتصرف في عباراتها. ما معنى تصرف؟ يعني يقرأ في كتب الأدب القصص، ثم هو ينقل النص وأحياناً يتصرف في العبارة، ينحي ويجيب من عنده، يقول هذه العبارة صعبة على الطالب، خاصة سنقول ألفاظ غريبة عليه، فيقيمها ويجعل مكانها ألفاظ أخرى مرادفة لها، يعني في تشبيهها. نعم، فهذه الكتب نحن قرأناها عبارة عن قصص أدبية. لكن لماذا جعل هذه القراءة؟ أولا ليطلق لسان الطالب، يصير لسانه
طليق للطلب خاصة في الخطابة، ومهيئ هذه عبارة عن تهيئة له حتى إذا ما وقف على المنبر أو وقف مدرسا جلس مدرسا في المحراب أو وقف خطيبا في مكان احتفال في أي مكان لا يجد في لسانه عقدة أو يعني يجد في نفسه عقدة، ما يستطيع أن يتكلم أو لا يستطيع أن يصيغ عبارة من العبارات. فلذلك لما الطالب يقرأ هذه النصوص لا بد أن تعلق عبارات من هذه العبارات التي يقرأها في هذا الكتاب، وبالتالي الأستاذ الذي يدرس هذه المادة الله يرحمه الشيخ سالم الزردادي إذا تسمعون به، هذا تونسي من تطاوين، لما ذهب نحن نضيع وقت والله، تريد تسمع قصة ولا نكمل؟ الشيخ سالم الزردادي توفي من تقريبا 3 أسابيع يوم الأحد، هذا يعني له الفضل الكبير رحمه الله على كل تونسي هاجر إلى دمشق الشام، هو ترك أوراقه وترك إقامته في فرنسا، يعني كما نقول حرق راقه في فرنسا عام 76,976,000، وهاجر إلى دمشق الشام من أجل أن يتعلم العلم، وفعلا تعلم. لما نحن ذهبنا وهاجرنا إلى هنالك إلى دمشق وجدناه مدرسا في معهد الفتح الإسلامي، وكان عنده مادة المحفوظات والقراءة والعقيدة، فدرس كل طالب تونسي، ما في طالب تونسي مشارك ودرس مع الفتح الإسلامي إلا يعني ودرس، مش فقط كان له الفضل، كان كريما والله، كان يذهب، كنا في ذلك الزمن في عام 85 كنا تقريبا أكثر من 30 تونسي ندرس في معهد الفتح الإسلامي، كان يذهب قبل أن نخرج من المعهد، نخرج ماضي ساعتين معنا الساعة 2 ظهرا من المعهد، تعرف طالب العلم من الساعة 7 صباحا دوامنا، من 7 الماضي ساعتين كل يوم، لا مقطوعة ولا ممنوعة، كنا لا نعطل في الأعياد الرسمية، نعطل فقط عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد المولد فقط، وباقي الأيامات نقرأ، والجمعة طبعا كما أننا أحد يوم الجمعة نرتاح حتى نهيئ أنفسنا لاستقبال يوم جديد من أول أيام الأسبوع اللي هو يوم السبت، وكان الشيخ يأتينا والله يأتينا الساعة 1:30 إلى المعهد، شوف يكلف نفسه وقته ويذهب إلى المعهد ويسكن بعيد شوية المعهد وينبه، ما كان التليفون قبل، ما كان بورتابل وقالوا إذا عندي وأنا توا لقيت ما شاء الله الأمور صارت مبحبحة عنا في هذا الزمان، كان يذهب إلى المعهد ويكلم واحد من التوانسة يقول لهم يا جماعة اليوم تجيب الداري باش تفطروا، تصور أنت تعرف الطالب العلم يعني من الساعة 7 صباحا حتى ماضي ساعتين شوي يولي شنو يصير فيه؟ يولي دايخ وجهه ظلام بالشهر وجهه أظلم، نعم. فكنا سبحان الله لما يأتي شلون نفرح، كأنه والله كالأب كان نمشي مباشرة 30 تونسي يعني أغلبنا يمشي، كان يحط السفرة من هنا لهذيك، ومش قصعة كسكسي ولا قصعة مقرونة، يعني تعرف أهل الشام هو تطبع بطبيعة أو طبائع أهل الشام، يحط 5 أو 4 أصناف من الأكل وكله يعني بغض النظر عن المقبلات والسلطات واللحوم، حتى اللحم ابدا، لما نجلس نحن هذيك ما عادش، كان احدنا ماذا يقول؟ انا لو كنت متزوج وعندي اولاد انسى زوجتي واولادي. الاكل من شده الجوع، كان الله يرحمه رحمه الله يعني كان كريما، وضف على ذلك كان في اخر السنه كان يسأل الطلاب الذين لا يتوفر لديهم حق الطائرة، تذكرة الطائرة المواصلات، ويقول يجمعهم 8, 7, 6, 10 الله أعلم، يجمعهم وبعد يجيب لهم كل واحد حق التذكرة، مش يجيب التذكرة يقول
يقولوا لا اعطيني اسمك واعطيني نسخه عن باسبورك بس نقص الجالكسي تكذب. لا والله كان في ذلك الزمن والله الصدق. ثم طلاب عندهم يقول صار احنا نقرا في الدين ندرس الدين والشرع الدين والشرع مش تحايل. لا ما كان عندنا هذا. فكان هو يسال الشيخ يقول تكون ما عندوش وفما لي ما عندوش وما يحبش يقول والله لا يريد لماذا حتى يعني تعفف نعم. فكان مباشرة يجي عنده ويحطوا له في ظرف في منهم ما يحبش يقبل والله تعرف ماذا فعلوا له حطوا له تحت المخدة بس خفية تحت المخدة في غرفته وين ينام خفية. قلنا له راهو ذاك والله لا يقبلها. قال ما شاء دواء عندي فوضعت له ما قلنا لهش حاز المخدة قال بلوس اسكت وكاو يعني جاءته من غير استشراف ولا سؤال ولا ليش حتى يمشي للموجه او للمراقب يقول لقيت من ضيع مالا فهي لقطه. هي مش لقطه عارف انه اللي اعطاها له لانه سبحان الله دائما الانسان ما يحبش يحب دائما يحفظ ماذا ماء وجهه هكا ولا يعني ولو كان بخصاصه وكان بحاجه دائما يحاول فيها نوع من الخجل وكرامة الإنسان. فكان الشيخ سالم الله يرحمه من هؤلاء من هذا القبيل وكان يساعد يعني خاصة مش تونس بل ساعد التونس الوزيرية والمغاربة وكذا وكان محبوبا لدى الجالية التونسية وغير التونسية زادة لأنه كان يخدم بإخلاص. هو جاء عنده عميل يعني من دمشق ترك بيته وترك يعني ما يملك هناك في دمشق واستقر في شو اسمها هذه ياسمينات من عروس. فصار ثلاثة أسابيع سبحان الله يعني مات موت فجأة وجاي هكذا. حضرنا جنازته وقمنا بالواجب الحمد لله. كنت ممن غسله مع أنا وجماعة من طلاب العلم العلماء وقمنا بالواجب الحمد لله. نسأل الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته. أنا أحسبه ولا أزكي على الله أحدا. رجل ما معنى أحسبه؟ شوف سبحان الله حسب قال أهل النحى النحو واللغة هذه من الأفعال التي تأخذ مفاعيل تأخذ ماذا؟ مفاعيل مش مفعول واحد. تقول أحسبه صالحا تقيا ورعا حدث ولا حرج. فلذلك ماذا يقال؟ أحسبه ولا أزكي على الله أحدا. لأنه مهما حسبته ومهما وصفته من الأوصاف يعني الجميلة لكن في النهاية لا تزكي لأن الذي من المزكي؟ الله عز وجل. الله نعم. إن شاء الله نسأل الله عز وجل يعني أن يتغمده برحمته الواسعة. نرجع إلى موضوعنا أخواننا الكرام. قال واختصت العرب أيضا باستعمال الهمزة المتوسطة ومتطرفة. نحن موضوعنا هذا كله عليش على الهمزة المتوسطة والهمزة المتطرفة. هذه لابد لكل طالب علم أن يعرف أن إذا قلت له مثلا برق مثلا كيف تكتب؟ تكتب على الواو ولا على النبرة ولا على السطر؟ لها قاعدة لها قواعد وهذا العلم يطلب من محله ومن مكانه. نعم. قال ولم تستعملها العجم. العجم لم تستعمل الهمزة المتطرفة والهمزة المتوسطة. نعم. إلا في أوائل الكلام العجم يقولوا قلي هاي همزة ومفخمة. نعم. لا يستعملونها في وسط الكلام ولا في آخر الكلام. نعم. وقال الشيخ أبو محمد مكي في الرعاية. قال الشيخ أبو محمد مكي في الرعاية في الكتاب اسمه الرعاية ومع كونها أكثر اللغات حروفا انحصرت في 29 حرفا. اللغة يعني الحروف انحصرت في 29 حرفا وهي ما هي محفوظة لدينا أبا تا ثا جيم حاصة وهكذا. نعم. إلى حرف الياء. نعم. فهي هجاء كل ناطق في الكونين. هجاء ماذا؟ كل إنسان
ينطق، لأنه في المنطق المنطق تعريف الإنسان ما هو الإنسان؟ قال الإنسان حيوان ناطق، لازم مقيد بالنطق، لأنه إذا قلنا الإنسان حيوان دخل معه ماذا؟ كل حيوان لا ينطق، فلما خصصناه وقيدناه بالنطق خرج كل حيوان لا يتكلم ولا ينطق. نعم، فلذلك قال هنا فهي هجاء كل ناطق في الكونين. ما المراد بالكونين؟ الكونين، نعم الكونين، الثقلين، نعم الكونين، هذا التغليب اسمه الكونين، الثقلين، الشمسين. ما المراد بالشمسين؟ الشمس والقمر، الشمس والقمر، وهكذا. نعم، قال فسبحان من جعل فيها أسرار حكمته، جعل فيها ماذا؟ في الكونين، أسرار حكمته وباهر قدرته. انتهى. قال ومخارج الحروف 17 على الصحيح، ومخارج الحروف 17 على الصحيح، وهو مذهب الإمام الصالح أبي العباس الخليل بن أحمد الفرايدي أو الفرايدي. نعم، وقال إمام النحو سيبويا وتبعه جماعة منهم الشاطبي رحمه الله تعالى هي 16، فأسقطوا مخرج ماذا؟ الحروف الجوفية اللي هي الألف الثلاثة، الحروف المادية يعني، المراد بالجوفية يعني المادية. نعم، وجعلوا مخرج الألف أقصى الحلق والواو والياء الساكنتين سكونا ميتا من مخرج المتحركتين، من مخرج ماذا؟ المتحركتين. شو معنى المتحركتين؟ يعني مش واو ساكنة ولا كذلك ياء ساكنة، وإنما متحركة و وياء. نعم، وقال الفراء كذلك، هذا إمام في اللغة، وتبعه جماعة، جماعة 14، قالوا ماذا الحروف؟ ماذا مخارج الحروف؟ 14 حرف المخرج. نعم، 14 مخرجا بإسقاط مخرج الجوفي، مخرج الجوف، نعم مخرج الجوف، وجعل مخرج اللام والنون والراء واحد، هما الآن هو مخرج واحد، اللام والنون والراء. نعم، ماذا قال ابن الجزري في اللام والراء والنون؟ قال واللام من طرفه تحت جعله، والراء داميه لظاهر أدخله، معك واللون من طرفه تحت جعله، والراء داميه لظاهر أدخله. نعم، سنأتي على شرحها نعم في وقتها وفي حينها. نعم، لذلك قال جعل مخرج اللام والنون والراء واحد، لذلك ما عدوهم ثلاثة، ماذا عدوهم؟ واحد، مخرج واحد، هما اتفقوا في المخرج واختلفوا في الصفة. نعم، مخرج مثل التاء والطاء والدال كذلك، مخرج واحد ولكنهم يختلفون في الصفة. نعم، سيأتي معنا إن شاء الله. قال والحق، ها الحق ما هو؟ الذي عليه الجمهور وهو مذهب الخليل. طيب ما دليلهم لمذهب عليه الجمهور ومذهب الخليل بن أحمد الفرايدي؟ قال الدليل هو الحس، والحس شاهد له، وإليه أشار بقوله على الذي يختاره من اختبر. هذا معنى على الذي يختاره من اختبر، يعني دليله الحس، يعني الدليل هو الوضع الراهن، يعني الشاهد أنه الناس لما تتكلم العرب سابقا هذا هو أقوى دليل. نعم، أي على القول الذي اختاره من اختبر كالخليل مثلا، الخليل هو الذي اختاره. نعم، ثم قال، فقال ثم إن حصر المخارج فيما ذكر أو ذكر إنما هو على سبيل التقريب، وإلا فالتحقيق أن لكل حرف مخرجا مخالفا لمخرج الآخر، صحيح ولا لا؟ أو إذا قلنا اللام والراء والنون هما جمعوهم مجموعة واحدة وقالوا مخرج واحد، لكنهم يختلفون في الصفة، لكن في الحقيقة
أنه مش مخرج واحد، كل واحد له مكان ومخرج معين يعني يتخصص به. لذلك قال وإلا فالتحقيق أن لكل حرف مخرج مخالف لمخرج الآخر، وإلا لكان إياه. صحيح هذا كلام يعني هو توقعات يرد علينا، وإذا كان مستحيل يعني اللام نفس الراء نفس النون، وهل هو نفسه؟ لا، شتان يفترق ويبتعد اللام، اللام غير النون وغير كذلك الله. ذلك قال وإلا لكان إياه، يعني نفس الحرف، لكان نفس الحرف يعني اللام نفس الراء نفس النون. وهل هذا هو صحيح؟ نعم ليس صحيح. نعم قال وإذا أردت معرفة مخرج الحرف، هذا بحث غير البحث الذي كنا نتكلم فيه، أنا نريد أن يعرفنا كيفية معرفة مخرج كل حرف، كيف نفعل؟ قال إذا أردت معرفة مخرج الحرف فسكنه وأدخل عليه همزة الوصل وأصغ إليه، فحيث انقطع صوته كان مخرجه، كان مخرجه، وأت بهمز الوصل مكسورا كما قال بعضهم وهمز وصل جده مكسورا، وسكن الحرف تكن خبيرا. النسخ الصفراء مكتوبة وهمزة، اللي عنده نسخة صفراء مش وهمزة وإنما وهمزة وصل. نعم لا، كما النسخة هذه اللي عنده كما هذه مكتوبة وهمزة، وهي طريقة غلط، حتى لو قرأت بالتاء قرأتها بالتاء ماذا يصير في البيت؟ كسر، ينكسر البيت. نعم شوف أنا لما أقرأها بالآن تقول وهمزة وصل جئده مكسورة، يصير في خلل بالبيت، لأنه هذا البيت من البحر الرجز، مستفعل 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 في أبحر الأرجاز بحر يسفل، وهمز وصل جئده مكسورة وسكن الحرف تكون خبيرة، مستفعل مستفعل مستفعل. نعم قال ويحصل هذه المخارج على ما ذكره الناظم، الناظم ماذا يحصله؟ الجوف والحلق واللسان والشفتان والشيشوم، هذه المخارج تحصل ماذا؟ الحروف كلها 29 حرف تنحصر أين؟ في هذه المخارج، في هذه المخارج اللي هي كم واحد؟ خمسة مخارج. الجوف، الجوف المقصود به ماذا؟ البطن، الصدر، لا البطن ولا الصدر، وإنما الخلاء الفموي وما يرجعه من الحنجرة، الحنجرة هذا هو المقصود بالجوف، والحلق واللسان، الحلق واللسان، الشفتان والخيشون. نعم قال ثم أخذ رحمه الله تعالى، سبحان الله، هو يترحم على ابن الجزري ونحن نترحم عليهما، ونسأل الله تعالى أن يجعل من يترحم علينا جميعا إن شاء الله. نعم قال ثم أخذ رحمه الله تعالى يبين كل مخرج، كل مخرج وحروفه، حط فاصلة بعد المخرج، كل مخرج ويبين حروفه، يعني أخذ رحمه الله يبين كل مخرج ويبين حروفه، ورتب الحروف ما عدا حروف المد باعتبار مادة الصوت وهو الهواء. الصوت ما هو؟ الهواء الخارج من داخل، من داخل خارج، من داخل، من أين؟ من داخل الجوف، يعني من الخلاء الفموي ومن الحنجرة. نعم نعم كنت معرف وهو الهواء الخارج من الداخل، لا من داخل، نحن نلتزم بعبارة المصنف، لا نصلح معنا، لا لا هو 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 شو كتب هنا النسخة البيضاء؟ من الداخل وهو الهواء الخارج من الداخل،
التزم المخطوطة، لأن يعني المخطوطة تقول من داخل، وهي من داخل لما تقول نكرة أفضل من أن تعرف من داخل. أنا ليس لها مكان محدد. إيه؟ أما قلت من الداخل صار معرفة في الذهن، ربما ندخل في أمور يعني ما لنا فيها. لذلك من داخل، يعني من داخل الخلاء الفموي ومن داخل الحنجرة وإلى غير ذلك. نعم. قال: وقدم حروف المد على حروف الحلق واللسان والشفتين، وإن كان المناسب تأخيرها عنها باعتبار أن حيزها مقدر، وما كان حيزه مقدرا فهو أحق بالتأخير لعموم مخرجها، وكونه بالنسبة إلى المخارج الآتية بمنزلة الكل. والكل من حيث هو كل أشرف من الجزء. فقال: فألف الجوف. نعم، ماذا قدم؟ هو قدم حروف المد، حروف المد على حروف ماذا؟ حروف الحلق وحروف اللسان وحروف الشفتين. هذا كله من حروف ستمر معنا، نحن ما زلنا يعني في ما زلنا على بر الأمان، ما دخلنا ويعني لم يعني نغوص في هذا البحث. نعم، كل هذه عبارة عن مقدمات. نعم، فقال: هو قدم حروف المد، حروف المد باعتبار هي كمان. لماذا قدمها؟ يعني الإنسان حرف الآ أول واحدة الآ، لأن هي أول، إذا أراد الإنسان أن ينطق فمن أين تخرج الآ؟ نقص الحرف همز هاء. لذلك والله أعلم هو قدم هذه الحروف. قال: قدم حروف المد على حروف الحلق واللسان والشفتين. قدمها. قال: وإن كان المناسب تأخيرها. الأصل أن يؤخرها، نعم، أن يؤخرها عن الحلق واللسان والشفتين. لماذا؟ قال: باعتبار أن حيزها مقدر، لأنه لا حيز لها، مقدر تقدير يعني الحيز بتاعها. فلذلك هو قدمها، يعني لأنه اللي مش يتكلم عليه، الذي سيتكلم عليه، الحروف التي سيتكلم عليها اللي هي حروف الحلق واللسان والشفتان، يعني أخرها لأنها هي صلب البحث، صلب الموضوع. فلذلك قدم حروف المد. قال: وإن كان المناسب تأخيرها عنها باعتبار أن حيزها مقدر، يعني حيز حروف المد مقدر، وما كان حيزه مقدرا فهو أحق بالتأخير. لماذا؟ قال: لعموم مخرجها، لعموم مخرجها. إذا قلت حرف القاف مثلا، جيب حرف القاف، إذا أردت أن لا مش تعريف المخرج، إذا أردت أن تأتي به القاف ممدودة كيف؟ تأتي بعده بالألف، أليس كذلك؟ ولذلك قال: عموم مخرجه. هذه الحروف المد الثلاثة ستكون أين؟ في كل الحروف التي سيتكلم عنها. نعم؟ ستكون في كل الحروف، أي حرف أذكره، راء، راء، طاء، طاء، قاء، قاء، هذا الألف. طيب الواو مثلا، كلمة فيها واو، موسى، مو يعني لا بد أن تكون مخرجها يعني متصل بالحرف الذي قبلها، موسى. نعم، كذلك حرف الياء، جيء، جيء، إجباري مش جي، حرف الياء بعد هذا الحرف، وهكذا. فلذلك قال هنا: باعتبار أن حيزها مقدر، وما كان حيزه مقدرا فهو أحق بالتأخير لعموم مخرجها، وكونه بالنسبة إلى المخارج الآتية بمنزلة الكل. والكل من حيث هو كل أشرف من الجزء، الكل أشرف من الجزء. ما هو الكل؟ بقية الحروف ما عدا حروف المد، هذا كله اسمه كل، أصبح هذا مقدم على الجزء اللي هو الحروف المد الثلاثة. نعم، لما فعل هذا قال: قال فألف الجوف وأختاها وهي
حروف مد للهواء تنتهي. نكمل ولا نتفق في هذا القدر ان شاء الله؟ لا ان شاء الله انا الا ربع لازم نكمل، يعني في بعض الاخوان اذان الصغير المغرب الساعة 5 يأذن، فقبل ربع ساعة يمشي يصلي الموعظ بتاعه، ربما فما أئمة، شكون اللي يصلي إمام يكون؟ الحمد لله، يصلي إمام، ولذلك لازم يكون قبل ربع ساعة حتى يجهز نفسه ويلحق بإمامته، وإلا المصلين سيتكلمون عليه، يقولوا هذايا يعني يجب في الحرام أو يكلف لا حول ولا قوة. هم لا